المزرية التي أدى بها لهذا المطاف إلى الاستشهاد والمصابين بكمية كبيرة. احنا جايين في راس الافعى ونمسك فيها ولا انا بسمع بتكلم عن قانون الرئاسه. نعم. انا سمعت عنه. ايوه حضرتك سمعت عنه. ايوه سمعت عنه. طب ايه رايك؟ لا انا غير موافق. انا موافق للامان، موافق بالمشاكل. لا احنا كل جمعه نيجي نتظاهر ناخد حقنا، بس ما نيجي نمسك هنمسك في الناس اللي هي ايه رايك في الاعتصامات بشكل عام؟ لا انا موافق على الاعتصامات. غير الاعتصامات لا. يوم الجمعة بس. يوم الجمعة. يوم الجمعة بس. هي شروط الاعتصامات. استنى شوية عشان نتكلم. التظاهر. لا التظاهر بدون تخريب. البلد بلدنا. احنا محافظ عليها. ونحافظ على كل شيء في هذا البلد. والبلد كلها ممكن تبقى كويسه. كل البلد